بنحققش أي نجاح بالأمنيات والأحلام، لكن ممكن طبعاً نحققه بالإرادة والعزيمة، لأن هم دول اللي بيصنعوا المعجزات. ممكن تفشل النهاردة لو خطرت، لكن الأكيد إن أنت هتفشل لو ما خطرتش وما خدتش خطوة جديدة وحاولت تحققها. مساء الخير وسعادة على كل اللي بتتفرجوا علينا دلوقتي، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من الحديفة. مساء الفل هنود. مساء الفل أميرة، ومساء الفل على كل جمهور النادي الأهلي اللي بيتفرج علينا دلوقتي. عندنا النهاردة ماتش مهم محتاجين إن احنا نكسبه إن شاء الله عشان نستريح في مشوار الدوري. إن شاء الله نكسب. وخلونا كده قبل ما نروح لأخبارنا تعقيبا على كلامك، عايز أقول إنه الحاجة اللي ما بدأتش فيها النهاردة عمرك ما هتقدر تاخد خطوة تانية أو تكملها بكرة، لأن أنت لسه في نقطة الصفر. فالمهم دلوقتي أنك تاخد خطوة أيا كانت النتيجة. خلونا بقى نروح لأخبارنا النهاردة ونشوف معانا إيه النهاردة في السريع.